السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صباح الخير. النهاردة عندنا مش كيكة ومش اي كيكة ومش بسبوسة ومش اي مش اي بسبوسة. عندنا النهاردة تورتة البسبوسة. تورتة الايه؟ البسبوسة. هنعرف مقاديرها كده بالراحة مع بعض كده. اسلام هيقدمها لكم. يلا يا اسلام. اول حاجة معنا ايه؟ تلات بيضات. معنا تلات بيضات لتورتة البسبوسة. تورتة البسبوسة يا جماعة مش اي بسبوسة. ومعايا كوباية من السكر. السكر نعم. ايوه. ومعايا نص كوبايه جوز الهند. تمام. ومعايا كوبايه ونص من دقيق السمير دقيق البسبوسه. ومعايا كوبايه ونص من دقيق الابيض الفاخر. ومعايا بيكنج باودر. ومعايا سمنه اللي هي الجنه كالعاده وعليها سمنه بلدي. انا خلطتها على بعض. الكاميرا اهي اهي. انا حط عليها سمنه بلدي. فشوفوا سايحه وجميله ازاي. هناخد منها ان شاء الله 3 معالق. شايفينها مرمله ازاي. ناخد 3 معالق منها. تمام. ومعانا ايه تاني؟ دي الفرشه اللي دهنتي بيها الصينيه. تمام. ومعايا ريحه البرتقال. تمام. ومعايا فانيليا. المفروض ما فيش داعي للفانيليا يعني دي اختياري. المفروض ما تحطيش عشان هي معاها ريحه البرتقال. ومعايا كوبايه عسل. عملتها ازاي يا اسلام؟ كوبايه ميه عليها كوبايه ميه كوبايه عليها كوبايه سكر الشربات يعني. وحطيت عليه شريحتين من البرتقال. شايفين بسم الله ما شاء الله اهو. شايفين السمك بتاعه عامل ازاي؟ شايفين باين قدامكم السمك. دي هنسقى بيها التورته لما تطلع باذن الله عشان اعرف نزينها. ومعايا اهم حاجه كوبايه عصير برتقال اهي. انا عصرتها كوبايه اهي زي ما انتم شايفين. ومعايا بشر بردك البرتقال اللي انا عملته عصير البشر بتاعي. يبقى المقادير بتاعها انا بالمشقلب البشر العصير كوبايه. تمام. دي مقادير الكيكه. 3 معالق من السمنه. كوبايه ونص من الدقيق الفاخر. كوبايه ونص من الدقيق السمين. كوبايه سكر. نص كوبايه جوز الهند. 3 بيضات. تمام. واحده بيكنج باودر. وريحه البرتقال دي هحطها هنا تدي ريحه للعسل. انا مش هحطها على الكيكه بس كده. حاجه شوية. بسيطه خالص مش حاجه بس تدي ريحه للايه للشربات. حطيتها هنا على الشربات. خلاص كده المقادير بتاعتنا كالآتي. هنبدا ونسمي ونعمل مع بعض. لحظه واحده دلوقتي يا حبايبي. حطيت الثلاث معالق السمنه. ايوه. وبنقلبها اهو بالمضرب. ننزل بالسكر يا اسلام. يلا اسلام هيساعدني. ننزل بالسكر. انزل. ممكن احنا نحط بقى ايه؟ ايوه كده ما تعرفش. ننزل بقى ايه؟ هو اصلا سكر مش خشن قوي يعني. أيوه. السكر ده الحاجة. ايوه. هلا انزل بالبيض. بسم الله. هو السكر يعني مش خشن قوي فايه خلاص. بالبيض وفي الفانيليا حاطين على البيض كمان يا حبايب قلبي. شوية فانيليا اقول لهم. فانيليا صغيرين. صافي كويس يا اسلام. شوية فانيليا صغيرين كده هحطهم على البيض بقى. بسم الله. بنحط حاجه نسمي دايما يا اسلام عشان تعرف تسمي. بس شايفين نفضل نضرب فيها لحد ما تبقى ايه يتمزجوا مع بعض يبقوا كريمي. كريمه. ننزل بالايه؟ ركز يا اسلام. هننزل بالايه دلوقتي؟ هننزل بايه؟ بدقيق ولا ركز كده ها. هننزل بدقيق يا جماعه. الدقيق ده على فكره انا نخلته ماشي. الدقيق ده منخول. هننزل بعصير البرتقال يا اسلام. يا مصطفى كوبايه عصير البرتقال ده ماما انا عصرها بايدي بالهنا. تمام. هننزل بردك بالايه بالبشر بتاع البرتقال. جميل. الزيوت بتاعت قشر البرتقال دي تدي طعم جميل وريحه جميله جدا في الكيك. جميله. هي مش الكيكه طبعا. يا تورته البسبوسه. تورته الايه؟ البسبوس. تورته ايه يا جماعه؟ البسبوس. تورته البسبوسه. تسمعني ولا ايه؟ شايفيني ولا لا؟ اهو تورته البسبوسه. بصوا وش ماما باين في الكاميرا. لا انا بشوف بس اهم حاجه كمان الطبق. قول لهم انتوا عاملين ايه يا اسلام؟ عاملين ايه؟ حطوا لايك. انا مش عايزه افصل الفيديو. بنزل لكم الحاجه واحده واحده اهو. على فكره يا جماعه انا اتعامل معاكم بقى التفاعل ما بقاش حلو يا جماعه. هو مش حد بيسال عليا. محدش بيسال على اسلام. ليه بيسال على بابا بس؟ جوز الهند. تمام. وهنزل بالدقيق البسبوسه اهو. كله هيتقلب. في ناس يقولوا لا احنا كنا قلبناها من الاول. لا عادي اهو. بسم الله الرحمن الرحيم اهو. طب قرها شويش عشان ما يتقلبش. لا عشان هنزل عليه بيكنج باودر مش هيكلك. انا من نخلاه ومشيداه. تمام. بسم الله. البيكنج باودر كلها كلها؟ اه كلها طبعا كلها عشان كل الكميه دي. حاسب يا اسلام الزرع اللي وراه. حاسب عشان تعرف نعمل كده بالراحه اهو. وهنقلب كله. هو في ناس بيقولوا اعملي المقادير الجاف على بعض بس ما هي كده كده كله هيتقلب ان شاء الله. هنبقى ان شاء الله ناكل مع بعض دلوقتي احلى تورته بسبوسه.
ايدين مين؟ اسلام وماما سلوى. ايدين مين؟ اسلام وماما سلوى. زي ما انتوا شايفين اهي، شايفه اهو عايزينها بالطريقه دي، شايفين اهو اهو شايفينها اهي. تمام، هكمل واحطها في الصينيه وارجع لكم حالا، وهتفضلوا معايا افضلوا معايا. وريهم الصينيه احنا دهنينها، انا دهنا الصينيه دي اهي شايفين، احط فيها اهي. بس امسكي دلوقتي اسبان. حاضر يا ماما. حطيتها في الصينيه شايفينها، قاعدين بعملها للمره الثانيه يا جماعه اهي، انا مولعه الفرن ورا ظهري. تمام اهو، هصبها في الصينيه وارجع لكم حالا. شايفين حبايبي انا عملتها زي ما انتم شايفين، ادخلها الفرن وما تطلع وتبرد هنسقيها بالشربات الخفيف دوت، وهنزينها مع بعض وهنرجع لكم ان شاء الله اول ما تطلع من الفرن. استنوني اول ما تطلع من الفرن هرجع لكم حالا. شايفين حبايبي بسم الله ما شاء الله، لما البسبوسه بتاعتي طلعت تورته البسبوسه، ما تعرفيش اذا كانت كيكه عاديه ولا المهم انها تبقى طرطايه ان شاء الله. فانا بسقيها زي ما انتم شايفين اهوت بالشربات اللي انا عاملاه اللي هو سميك، اهو زي بتاع الكنافه والبسبوسه فعلا، لازم يكون بالمنظر ده. كوبايه الدقيق على قصدي انا اسف، كوبايه سكر على كوبايه ميه، يبقى الشربات زي ما انتم شايفين كده. وحط عليه زي ما انتم شايفين اهوت بيضه الزعفران، وحطيت عليه شريحه من البرتقال، وعصر عليه كمان ليمونه عند الغليان. طلع بالمنظر اللي انتم شايفينه ده كده اهو اهو. وتاني اهو شايفين بقى المفاجاه ان انا عامله ايه بنفس المقدار اللي انا صورته قدامكم والله العظيم، عملت بيه الصينيتين دول، الصينيه دي والصينيه دي. انا هسيبها شويه لحد ما تبرد زي ما انتم شايفين اهو، او ما تبرد شويه كمان هقلبها باذن الله وهنزوقها وهنعملها تورتايه، وهوريكم ازاي هتبقى احلى تورتايه بسبوسه ان شاء الله. شفتوها والله يا جماعه حبايب قلبي، المقادير دي انا اللي مخترعاها وانا اللي عاملاها ومش غشتها من حد، انا بعمل حاجه كده بالبركه تطلع معايا حاجه حلوه، اول ما بتعجبني برجع اعملها مره كمان في مره ثانيه وبصورها لكم زي ما انتم شايفين كده. وما يرضي الله يا رب يكون اللي انا بقدمه لكم يعجبكم دايما. اول ما تبرد شويه كمان واقلبها وازوقها واوريها لكم، انتظروني ان شاء الله عند التزيين باذن الله. ورجعت لكم تاني بعد البسبوسه ما بردت حبايب قلبي، شايفين شكلها تحفه. دلوقتي ايه اهي هنقلبها هنا في الطبق ده، نسمي ونقلبها تورتايه البسبوسه، تورته ايه؟ تورته البسبوسه. بسم الله الرحمن الرحيم كده بالراحه. تمام اهي، والتانيه بالمقدار هو هو يا جماعه، انا عملت اتنين اهوت زي ما انتم شايفين. ربي اختراعات تكون بتعجبكم اهوت. معلش بقى اسلام كان معايا بس راح الدرس، سيبها استحضر لحد ما تتقلب وتتقلب ده اهي زي ما انتم شايفين اهي قدامكم اهي ما شاء الله. شايفين ايه رايكم؟ ما شاء الله شايفين شكلها تحفه اهي، زوقيها زي ما انت عايزه. بقى انا مجهزه عندي بقى ايه الفواكه، مقطعه الكيوي زي ما انتم شايفين، كيوي عندي اتنين كيوي، وعندي ثمره يوستافندي مقطعه وعاملها زي ما انتم شايفين، وتفاحيه قطعتها شرايح، وكريم شانتيه حطيت عليه لون اصفر عشان لونها اصفر، عشان هي طبعا تورته البسبوسه بعصير البرتقال ما تنسوش كده. تمام عادي دي بقى سوي، مش عارفه مش عايزه تتقلب ليه، هحركها هنا من هنا لحظه واحده وارجع لكم. معلش ما اطولش عليكم الفيديو. وادي التورتيه البسبوسه الثانيه، شايفين طلعت تحفه ازاي؟ انا بتاع معلش مش عارفه ليه كانت لازقه بس طلعت اهي، بسم الله ما شاء الله عليها جميله جدا. ايه رايكم؟ يا رب تكون عجبكم التورتيه بتاعتي، شايفين حلوه ازاي تورتيه البسبوسه تحفه. يبقى بنفس المقدار اللي هو كوبايه ونص من الدقيق السميد وكوبايه ونص من الدقيق العادي، عملنا احلى تورتيتين بسبوسه. هنزوقهم مع بعض يلا، ربي كده الصوره تكون واضحه. معلش الكاميرا والتليفون الحامل محيرني النهارده، يربي كده تكون واضحه الصوره ليكم اهو. مش ضروري اظهر انا، لو انت عايزه تدهنيها ماشي، عايزه تعملي لها ورد وتحطي فواكه ماشي، بعدين احط لها هزينها كده بالورد بس كده اهو كده زي ما انتم شايفين اهو. سامحك كده محيرني عشان انا القمع التاني فيه كريم شانتيه اللي هو بتاع شوكولاته، انا هنا عايزاه اصفر كده عليها. اي
شكل كده يبان باين جمال التورتايه اهو. يا شيف انت تعمليه زي ما انتوا شايفين كده. ايه رايكم؟ حاجه على قدي بقى اسمها على قدي. ايه رايكم شايفينها؟ يا رب يكون الصوره واضحه عليه عندكم. هعملها بقى ايه؟ التفاحه اهو. طب انا عاملها للاستفندو اللي بص الاستفندي انا فتحها بالنص وشايله البذر اللي فيها. اعملها بقى كده على الشكل ده كده كده عشان هي طبعا هي تورتيه الاستفندي زي ما انتوا عارفين اهو. حط واحده كمان واحده. انا عايزه اعملها كده. ايوه كده بس الصوره تكون واضحه اللي انا عايزه اطلعها ليها اهو بزاويه بس كده. عايزه يبقى شبه الورده اهو كانها بس مفتوحه. احسن واحده احط ايه الكيم اهو اكلها كيوي. الصوره انا عايزه اعملها وضحت ليكم اهو زي ما انتم شايفين كده. دي اول تورتايه نشف دي. ايه رايكم دي كده اول تورتايه؟ ايه رايكم حلوه؟ اسلم ايديا ولا ايه؟ اسلم لو هنا طبعا كنت انتوا قلتوا جميله طبعا عشان اسلم مش هنا شكلها مش عاجباكم ولا مش عاجباكم. انا عارفه ان بتعجبكم حاجه اسلام. تمام تمام يا رب تكون عاجباكم يا رب والصوره تكون واضحه ليكم. شايفين شايفين جمالها تورتيه البسبوسه. هعمل الثانيه واظبطها لكم وارجع لكم حالا بقى. شفتوا انا هعملها لوحدي وارجع لكم حالا. هخليها تورتيه 100 100. خلصت التورتيه البسبوسه الثانيه ما شاء الله ما شاء الله. غمض عينك فتح 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 شوف مين بيكلمك. ايه رايكم في احلى تورتيه من ايد سالو؟ مش عارفه ايه رايكم. ايه رايكم تورتيه البسبوسه دي تحفه؟ تسلم ايديا ولا ايه؟ اهو مره تانيه. ايه رايكم حلوه؟ وادي الاولانيه خليتها كده عادي بالفواكه وبس بشكلها الاساسي عشان تبان ان هي تورتيه بسبوسه. شايفين؟ ايه رايكم؟ ايه رايكم في الفخامه دي؟ ايه رايكم في الحلاوه دي؟ حلوه ولا ايه؟ تسلم ايديا ولا ايه؟ عايزه في الكومنتات تقولوا لي ايه رايكم في تورته البسبوسه واتمنى ان كلكم تجربوها راجل او ست تجربوها. جربوها بالله عليكم. انا هكتب المقادير بالتفصيل بالمميل في صندوق الوصف واتمنى بجد ان انتم تجربوها. اقطع لكم حته. ايه رايكم؟ مش عليا اقطع حته بس هضطر ان اقطع لكم حته. ايه رايكم الاول؟ تحفه ولا ايه؟ جميله صح؟ ما شاء الله جميله تورتايه جميله جدا جدا. الصور التانية ليكوا لحظة واحدة. ايه رايكوا بقى دي تحفة؟ تمام هقطع لكم حتة واوريها لكم. تعالوا معايا بقى ما تبصوش على سلوى وبص على التورتية وبس. الصورة كده واضحة كده 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 كده. اهو الكاميرا بس مضايقاني شوية انا مش عارفة فين اتجاه الكاميرا صح. يا رب تكون كده الصورة واضحة ليكوا. شايفين؟ اهي هطلعلكوا حتة حالا. ده حتة مع بعض. نجيب شوكة نجيب بس السكينة واجي من عند ابو مصطفى. زي ما انتوا شايفين يا جماعة النهاردة هنقطع مع الشيف محمود. الحق بص اسلام لبس اللايف انا تحت المطبخ. وريهم 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 المواهب. اه رايكوا في غدا الحل لو وعي يلا لا مؤاخذه انتوا مننا وعلينا. ايه رايكم في الاسلام والمريله بتاعته؟ قلبي مريال قلبي ليك. نقطع بقى التورتيه مع بعض يا اسلام. مش عايزه اقطعها. انا لا انهي جمس انا يا ماما عايزه اقطعها. يلا بالراحه بس ان هي دي اصلا. بسم الله الرحمن الرحيم امسك ايدك عشان ما تبوظهاش. حته صغيره بس نوريها لحبايبنا
بس يا اسلام خلاص سيب انت بتدوس جامد ليه؟ بس كده بالراحه اهو بص كده. بسم الله الرحمن الرحيم. كانوا ضايعين يا رب تكون الصوره واضحه ليكم اهي اهي هطلعها واجيب لكم لحد عندكم اهي 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 شايفين الجمال اهو حطي هنا على الصينيه عشان اسلام صبري يا اسلام عايزه اوريها لكم بقى من جوه اهي شوف محمود يا جماعه شايفين من جوه اهي تحفه ازاي الله شايفين يا شيخ طبعا زي ما قلت لكم انا حاطه لون اصفر وحاجه بسيطه صحي على الكريم فانتشن يبقى انت وريتيهم المفاجاه يا ماما اللي قلت لك عليها ايوه وريتيهم المفاجاه او انت بتعمليها هي ايه لا انت هيك اهي هوريها لكم اهي قدامكم تاني اهي اقول لهم المفاجاه اهي اهي شايفين 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 شكلها تورته البسبوسه وعصير البرتقال بس طبعا اسلام مستني يدوقها انا دايما على فكره بندوق الحاجات معاكم على طول شايفين جميله ازاي تحفه بسم الله جميله اتمنى لكل الناس حاجه كلها وريتهم المفاجاه دي؟ اه وريتها لهم اسلام طبعا كان فاكر ان انا ما قلتلكوش ان انا عملت بالمقدار عملت ايه امسكي يا اسلام التورتاج انت ده اللي انا كان نفسي اوريها لك كويس عملنا بنفس المقدار والله العظيم الكوبايه ونص من دقيق السميد وكوبايه ونص من دقيق الفاخر وبالثلاث بيضات زي ما قلت لكم كوبايه عصير البرتقال عملنا احلى تورتتين كيكه البسبوسه زي ما انتم شايفين احلى تورتتين في العالم اتمنى كلكم تجربوها انا بجد فرحانه بجد وسعيده انها عجبتني وطعمها يجنن وبشر البرتقال فيها مدي طعم جميل جدا بجد يا جماعه طبعا اتمنى ان انتم تجربوها وتعملوها تقولوا رايكم ايه والمقادير بتاعتي اللي انا اخترعتها على بعضها انا جربتها قبل كده بس والله ما زوقتها لهم بالكريم شانتيه زوقتها عشانكم انتوا وعشان ولادي برضه عشان انتوا تنبهروا بالطريقه واتمنى ان الوصفه تعجبكم النهارده وتجربوها اهوت واشوفكم على خير في فيديو جديد والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.